فخ الشريك. لما أشارت الساعة المعلقة على جدار المقهى إلى التاسعة نهض إبراهيم، تقدم نحو النادل ودفع ثمن القهوة السوداء التي ارتشفها على مدى نحو ساعة كاملة. لم يكن الرجل النحيل من زبائن المقهى، كان وجها عابرا ككل أولئك العابرين من الرباط. اخترق الباب بمعطفه البني الفضفاض. من زاوية مقابلة تابعته عيون زبناء دائمين، كانوا يتحلقون حول طاولة ويتابعون مواجهة ساخنة في لعبة الورق. مضى الرجل وعادت العيون تتركز على اللاعبين. مضى إبراهيم على غير هدى، عبر ساحة باب الحد ثم اتبع شارع الحسن الثاني. كان يحمل على ظهره حقيبة صغيرة قد يكون وضع بها وثائق هويته وبعض الملابس وربما بعض الأكل. في فبراير يكون الجو شتاء، تسقط أمطار غزيرة أحيانا وإن في غير ما انتظام. كان الرجل الهزيل قد أدخل أسفل سرواله في جوربيه اتقاء البرد. الحذاء الذي ينتعله يبدو وقد مشى مسافات طويلة وشهورا طويلة إن لم تكن سنين، ولكنه يبدو من نوع الأحذية الجلدية المتينة. توقف في ساحة باب تامسنا، لعلها الشوارع المتفرعة هناك استوقفته. نظر في كل الاتجاهات ثم واصل عبر شارع الحسن الثاني. لم يسأل أحدا. لما بلغ شارع الانبعاث اتبعه. مر بمحاذاة مستودع الحافلات. في منتصف الشارع وقبل أن ينفذ إلى شارع المسيرة توقف الرجل. رفع بصره مستكشفا واجهة منزل من ثلاثة طوابق. كانت السماء غائمة. صباح ذلك اليوم أمطرت بغزارة. وبينما كان يتأمل البيت تقدم إليه أحدهم لعله من سكان ذلك المنزل. ما الذي تريده؟ هل تبحث عن أحد؟ لم يرد ذو المعطف البني الفضفاض. تفحص بنظرات غير ذات معنى وجه الذي جاء يسأله، ثم عاود النظر إلى واجهة ذلك المنزل. كان الذي سأله واقفا أمامه لا يتحرك، ثم كرر السؤال: هل تبحث عن أحد؟ تنفس بعمق حتى امتلأت رئتاه. أبحث عن عبد العزيز. عبد العزيز من؟ سكت وعاد ليحملق في واجهة المنزل. حالته لا تبعث على الارتياح، قال أحدهم التحق بالذي كان يسأله، وأظنه يتحين الفرصة ليتسلل إلى العمارة. بدا الرجل وكأنه يتحاشى كل مواجهة أو تصعيد معهما. لوح بيده معتذرا ثم ابتعد. كان يحس بهما يراقبانه. مال أحدهما على الآخر وقال له: هل تعرف أحدا في هذه العمارة باسم عبد العزيز؟ بدا الآخر وكأنه يراجع الأسماء التي يخزنها في ذاكرته، ثم حرك رأسه نافيا. قال: لم يسبق لي أن عرفت أحدا بهذا الاسم في هذه العمارة. مضى إبراهيم مبتعدا، وحده يعرف أن اسمه إبراهيم. منذ زمن بعيد لم يسأله أحد عن اسمه ولا عن وجهته. لما وصل شارع المسيرة مال إلى اليسار، مشى حتى بلغ فسحة خضراء وانتبذ بها مكانا. كان المرة من هناك قليلا ما يتنبهون إلى وجوده. مرت ساعتان، 11:30. نهض من مكانه وعاد إلى شارع الانبعاث، إلى ذلك المنزل الذي توقف عنده من قبل. وفجأة انفتح الباب وخرج رجل يرتدي بذلة داكنة. ربطة العنق التي يغلب عليها الأحمر تزيده أناقة. على بعد أمتار ركنت سيارة فاخرة. نظر إلى إبراهيم الرجل النحيل رث الثياب. لم يتوقف عنده طويلا، ولعله حسبه متسولا لن يلبث أن يطلب منه صدقة، ولكنه فاجأه بأنصاح عبد العزيز. كاد الرجل الأنيق يلتفت ولكنه عدل عن ذلك. لما اقترب منه إبراهيم كان يفتح باب سيارته. عبد العزيز. عبد العزيز من؟ ألست عبد العزيز؟ عبد العزيز الخضار.
كان الرجل قد أغلق باب سيارته، أنزل زجاج نافذته وقال له: لعلك أخطأت العنوان، ألا تذكرني؟ من أنت؟ أنا إبراهيم، إبراهيم بو العجاج. نظر إليه، كان زجاج نظارته الملون يلقي بظل على عينيه. أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. أدار محرك سيارته وانطلق. أحس إبراهيم بوهن كبير، وكأنما تلك الحقيبة الصغيرة التي يحملها في ظهره صارت تزن قناطير مقنطرة. الرجل تنكر له، قال في نفسه إن مظهره ربما نفره منه، ولكن أن يتنكر لاسمه فذاك ما لا يمكن تصديقه. في لحظة ساورته شكوك حول هوية الرجل، تساءل إن كان أخطأ العنوان، ولكن ملامح عبد العزيز لم تتغير. صحيح أن مظهره صار أكثر نظافة وأناقة، ولكن ملامحه لم تتبدل. ما الذي يجب أن يفعله؟ هل يعيد المحاولة؟ هل يطوي الصفحة ويمضي إلى وجهة أخرى؟ لا يعرف إبراهيم بو العجاج أحدا في الرباط سوى عبد العزيز الخضار، ثم في النهاية هو لم يأته متسولا. لحظتها فقط أحس بالإهانة التي تعرض لها. مضى إلى مقهى قريب، لعل كأس قهوة سوداء يحفز يقظته. يعلم أن صاحبه سيحاول التغيب عن المنزل حتى يطمئن إلى أنه يأس وغادر الرباط، ولذلك وهو في ذلك المقهى حيث لا يعرفه أحد ولا يعرف أحدا، فكر مليا في الأمر وقرر أن يتسلل إلى منزل عبد العزيز. لا يعرف الطابق الذي يسكنه، قرر أن يتربص في السلالم. تسلل في غفلة من الحارس بعيد المغرب، صعد إلى أن تجاوز الطابق الثالث. جلس ينتظر، وكلما أنيرت السلالم أطل من فتحة في الأعلى يراقب من هو الآت. ثم في حدود السابعة والنصف أنيرت السلالم مرة جديدة، اشرأب بعنقه من تلك الفتحة. كان يسمع وقع خطى تقترب صعودا، ثم لمح. توقف الرجل في الطابق الثاني، سمع صوت مفاتيح، نزل مسرعا. لما وصل كان عبد العزيز الخضار قد أغلق الباب. استرجع أنفاسه وطرق الباب طرقا خفيفا، فاجأه عبد العزيز بأن فتح على الفور. اندفع نحوه وما أن صار في الداخل حتى أغلق الباب، وضع كفه على فيه ليمنعه من كل صراخ. يبدو أن لا أحد معهما في البيت. قال له: كيف سمحت لنفسك أن تتنكر لي؟ ألا تذكر إبراهيم بو العجاج الذي تحمل مشقة السجن حتى تنعم أنت بالغنيمة؟ كان عبد العزيز ينظر إليه بعينين جاحظتين، كانت ملامحه تشي بأنه يريد قول شيء ما، ولكنه لا يستطيع النطق. أحس بحباله الصوتية منقبضة، ثم استأنف إبراهيم: كنت أحسبك رجلا، فإذا بك ذكرا تفتقر إلى معنى الرجولة. خلال السنوات الست التي أمضيتها في السجن أدفع الثمن عني ونيابة عنك، لم تسأل عني ولو مرة واحدة. هل أحتاج لأذكرك بأن ما أنت عليه من أناقة ورفاهنا اليوم هو بفضل تضحيتي أنا؟ إنك تعلم جيدا أن نصيبي نصف ما تتصرف فيه أنت بأنانيتك. هل تسمعني يا عبد العزيز؟ صمت إبراهيم قليلا، كان عبد العزيز حبيس زاوية من الكنبة، ثم استأنف: أعلم أن الناس لا يعلمون أن اسمك عبد العزيز الخضار، ما اسمك حتى لا أفضحك؟ ظهرت بصوته بحة لما قال: الناس هنا لا يعرفون عبد العزيز الخضار، اسمي أحمد العرفاوي. ضحك الرجل الهزيل وظهرت في فمه أسنان طويلة يبدو أنها لم تنظف منذ زمن بعيد. العرفاوي؟ أنت العرفاوي؟ لم يكن لدي حل آخر، لما جئت إلى الرباط كان علي أن أذوب في المجتمع وأن أتخلص من ثقل الماضي. ضحك إبراهيم: ثقل الماضي؟ ثقل الماضي تقول؟ بل هو ثقل تلك الأموال التي سرقناها معا من بيت ذاك العجوز في وجدة. أذكرك أنني الذي دفع الثمن، ولا تحاول أن تتجاهلني. أنا لا أتجاهلك، ألا تراني أنظر إليك؟ كم هو نصيبي؟ 80,000. هل تسخر مني؟
اعلم انني مستعد لقتلك ان لم تتصرف معي بما يليق بي. اخرج ابراهيم في الان نفسه سكينا من حقيبته، كانت تلمع تحت ضوء المصباح. احس عبد العزيز بان الجو بدأ يتكهرب، ولعله خشي ان يباغته شريك الامس بطعنة قاتلة. كل صور عملية السطو على منزل ذاك العجوز في وجدة تمر امامه الان، هي السكين نفسها في قبضة ابراهيم. وفجأة قفز من مكانه، لم يمض بعيدا تعثر ووقع ارضا. امسك به ابراهيم من جديد، قال له: كل محاولة ثانية ستفقدك حياتك، الان اريد نصيبي. 80,000 درهم؟ لا، ذاك مبلغ كان قبل 6 اعوام يا حبيبي، نحن في العام 2004، هل فهمت؟ طيب. نهض من مكانه، قال له انه سيأتيه من الخزانة ب120,000 درهم. ذهب الى غرفة النوم، اغلق الباب واخذ هاتفه وركب رقم الشرطة النجدة، ثم بعد ربع ساعة خرج يحمل في يده كيسا بلاستيكيا به ما يبدو من شكله رزم اوراق نقدية. ها هو نصيبك، امضي الى حال سبيلك ولا تسأل عني ثانية، هل فهمت؟ نظر اليه بغضب كتمه، ولما مد يده ليتسلم الكيس طرق الباب. مضى عبد العزيز ليفتح، كان هناك رجل شرطة. دخل، قال عبد العزيز: انه سرق مالي ويريد ان يهرب. امسك الشرطيان بابراهيم، كان الكيس البلاستيكي الذي وضعت به رزم الاوراق النقدية في يده كان حجة عليه. حين كان يساق الى الخارج نظر الى عبد العزيز بكثير من الحقد، قال له: سأعود اليك يوما ايها النذر.